بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف النبيين. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء. والسؤال المعتاد عليه في بداية كل حلقة، في حاجة مش واضحة أو مش مفهومة من الدروس السابقة قبل أن نبدأ في الدرس اللي موجود معنا؟ الأخت اللي عندها استفسار تفتح المايك وتبدأ تسأل على طول. طيب، يعني نفهم إن إحنا كده إن شاء الله إن كل الأمور واضحة بأمر الله تعالى. طيب، إحنا كان المعتاد إن إحنا بنعمل مراجعة سريعة على الدروس اللي احنا خدناها، وبعدين بنبدأ في درس اليوم بأمر الله تعالى. فأحكام النون الساكنة والتنوين، ان احنا خدنا من البداية خالص ايه تعريف النون الساكنة، وقلنا ان هي عبارة باختصار كده ان هي عبارة عن نون معراة من التشكيل، خالية من التشكيل، ما فيهاش اي تشكيل عليها، او ان بيكون موجود عليها رأس حاء صغيرة، او بيكون موجود عليها رأس حاء صغيرة. تمام. النون الساكنة بتكون موجودة وصلا ووقفا، تكون موجودة في الاسم والفعل والحرف وصلا ووقفا، وبتكون لفظا وخطا. تمام. وهي أساسية في بنية الكلمة. الأخت منيرة، في شيء؟ طيب، وقلنا النون الساكنة هي عبارة عن نون معرة من الحركة، أو التشكيل، خالية من الحركة أي عارية من التشكيل، أو بيكون عليها السكون اللي هي رأس الحاء الصغيرة اللي هي ده الرسم العثماني، في المصحف. بتكون موجودة معانا في الوصل والوقف، وبتكون موجودة أيضا في اللفظ والخط، يعني مسموعة ومكتوبة. وهي أصلاً أصلية من بنية الكلمة، وأحياناً بتكون زائدة، بتأتي في إيه؟ بتأتي في الأسماء والأفعال والحروف. تمام؟ وبتكون موجودة في كلمة أو كلمتين، وكمان بتكون بتأتي في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة. طيب، هي دي النون الساكنة، واللي بنتكلم عنها اللي هي النون المظهرة، يعني ما بنتكلمش عن نون مخفاة أو نون الإقلاب اللي هو في حكم الإقلاب، ولا النون المضغمة، ولا النون المشددة. كل هذه الحالات احنا ما بنتكلمش عنها، بنتكلم فقط على النون المظهرة، ولا بنتكلم على النون اللي هي بتكون ساكنة نظرا ان هي تعرضت للسكون، اللي هي النون اللي بتبقى في نهاية الكلمة عند مد عارض للسكون، دي ما بنتكلمش عنها ومش داخله معانا. تمام. طيب، عندنا تعريف التنوين لغة اللي هو التصويت، واصطلاحا هي نون ساكنة، تمام، وزائدة عن بنية الكلمة، ليست أصلية، زائدة عن بنية الكلمة. تمام. بتأتي في آخر الاسم، يعني هي بتأتي في الاسم فقط، وبتأتي في آخر الاسم. لفظا ووصلا، يعني ايه؟ يعني بيظهر معانا نون التنوين دي في حالة الوصل، ان احنا بنقرأ القرآن متواصل. عند الوقف طبعا بيتحول الى مد عوض. تمام. في الفتحة، التنوين بالفتح فقط، يعني يكون التنوين بالفتح فبيتحول الى مد عوض. ليه؟ يعني ايه مد عوض؟ يعني ان التنوين بالفتح بيتشال وبيتحط مكانه ألف مادية، بتمد حركتين. تمام. طب والتنوين بالكسر او بالضم؟ بيحذف. تمام. يبقى نون تنوين زائدة عن بنية الكلمة، بتأتي في الأسماء فقط، مكانها في آخر الاسم، تمام. بيكون موجود معنا في اللفظ ضم، يعني ان احنا بينطق فقط، يعني احنا بنكون سامعينه بودننا، ووصلا في حالة الوصل، ولكن عند الوقف ما بيكونش معانا نون التنوين، وعند الخط مش مكتوبة نون، يعني عند الخط مش مكتوبة نون. تمام.
إلا في حالتين عندنا، إن هي نون التنوين دي موجودة معانا في فعلين داخلة على فعلين وبتسمى نون التوكيد الخفيفة، يبقى داخلة على فعلين معانا وهما اللي موجودين الحالتين الموجودين فقط في القرآن الكريم كله، وتسمى نون التوكيد الخفيفة، تمام، موجودة فيه ولا يكون من الصاغرين، تمام، ولا نسفعا بالناصية. دي الحالتين اللي موجودة في المصحف كامل. الفروقات اللي موجودة ما بين النون الساكنة والتنوين احنا ذكرناها من قبل، وهي بتخرج بنستخرجها من التعريفين. أحكام النون الساكنة والتنوين 4 أحكام: الإظهار ويسمى بالإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب، وآخر حكم عندنا هو الإخفاء، تمام. الإظهار قلنا اللي هي لغة البيان أو الوضوح، والاصطلاح اللي هو إخراج الحرف المظهر اللي هي المقصود بها النون الساكنة أو نون التنوين من مخرجه، يعني من المخرج النون نفسه، بدون غنة ظاهرة، يعني في الأصل إن هو ما بيكونش فيه غنة، تمام. والمراد بالحرف المظهر هنا اللي هو النون الساكنة والتنوين الموجودين قبل حروف الإظهار، وقلنا حروف الإظهار هنا اللي هي الحروف الحلقية، وهي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وذكرنا معلومة مهمة جدا، إن إحنا قلنا الإظهار هو الأصل، الإظهار هو الأصل في أحكام النون الساكنة والتنوين، ولكن الإدغام بيدخل عندنا لعلة، علة التماثل أو التجانس أو التقارب، والإدغام بيأتي للتخفيف، الإدغام يأتي للتخفيف، تمام. الإظهار هنا سمي إظهار لظهور النون الساكنة والتنوين، إن إحنا بتبقى ظاهرة قدامنا وسامعينها، تمام، عند ملاقات أحد هذه الحروف الستة. سمي حلقية لأن الحروف الإظهار عندنا بتخرج من الحلق، الحروف الستة بتخرج من الحلق، لذلك سمي إظهارا حلقيا. والأمثلة ذكرناها من قبل. طب إيه سبب الإظهار عندنا؟ ليه هنا الحكم ده سمي إظهار مع هذه الحروف؟ لبعد المخرج، بعد مخرج النون عن مخرج الأحرف الستة اللي هي الأحرف الحلقية، يعني سبب الإظهار هنا بعد المخرج عن مخرج النون. طيب بكلم. نعم تمام. الحكم الثاني عندنا اللي احنا خدناه قبل كده حكم الإدغام، وقلنا معناه اللي هو لغة في اللغة، يعني في علماء اللغة قالوا إدخال الشيء في الشيء، وذكرنا أمثلة قبل كده، وقلنا زي إدخال السيف في جراب الخاص بيه، أو إدخال القلم في الغطاء بتاعه، يعني هذه أمثلة ليس إلا. واصطلاحا هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. يعني ايه؟ يعني حرف بيدخل في حرف فالاتنين بيكونوا حرف واحد مشدد، معناها ان الحرف الاولاني بيذهب ذاته وصفته، يعني بيتلغي تماما، وبيدخل تماما في الحرف الثاني، فالحرف الثاني بدل ما بينطقه بحركة كحرف متحرك بيكون عندنا حرف يصبح حرف مشدد، وهو الحرف المشدد اللي قلنا بيتكون من حرفين، حرف ساكن والاخر متحرك، تمام. وهنا عندنا قلنا ان الادغام بينقسم الى حروف الادغام عندنا يرملون، مجموعة 6 أحرف مجموعة في كلمة يرملون، وعندنا الادغام بينقسم عندنا لنوعين، نوع من حيث الغنة، ادغام بغنة وادغام بغير غنة، والنوع الاخر من حيث الكمال والنقصان، اي ادغام كامل وادغام غير كامل. وذكرنا ان احنا قسمنا الحروف يرملون ل3 مجموعات، حرفين حرفين حرفين، وقلنا ان حرف النون والميم بيسمى المسمى بتاعه مسمى الحكم، يعني لو تلاقي عندنا نون او ميم بيكون حكمهم ادغام كامل بغنة اكمل ما تكون، تمام. طيب الإدغام بيأتي في كلمة أو في كلمتين؟ بيأتي في كلمتين، شرط الإدغام عندنا إن هو يأتي في كلمتين. طب النون والميم إدغام كامل بغنة أكمل ما تكون، الواو والياء إدغام ناقص بغنة كاملة، اللام والراء إدغام كامل بدون غنة، إدغام كامل بغير غنة أو بدون غنة.
يبقى الادغام بغنى الحروف بتاعته مجموعه في كلمه ينمو او يومن. تمام. والادغام الكامل مجموع في كلمه نورمال. طيب يبقى احنا عندنا هنا الاظهار، ذكرنا ان الاظهار عندنا 5 انواع من الاظهار. الاظهار الحلقي، تمام، اللي احنا عرفناه، اللي هو اول حكم من احكام النون الساكنه والتنوين. النوع الثاني ان احنا قلنا شرط الادغام يكون في كلمتين. طب اذا جاءت النون الساكنه ومعاها واو او ياء في كلمه واحده، هنا بيطلق عليها، يعني بنخرج من دائره الادغام وندخل في دائره الاظهار، وبيكون اظهار مطلق، يسمى اظهار مطلق. يبقى ده النوع الثاني من الاظهار. طب النوع الثالث من الاظهار ان احنا قلنا كل قاعده ليها استثناء. استثناء القاعدة الإدغام أو حكم الإدغام عندنا هنا في حالتين، موضعين في القرآن، ياسين والقرآن ونون والقلم. ياسين والقرآن ونون والقلم، إيه حكايتهم الموضعين دول؟ لو طبقنا عليهم شروط الإدغام فهنلاقي إن في الشرط متوفر فيهم إن هو في كلمتين. ياسين لفظا حرف السين هجاء، حرف السين هجاء بيكون آخر نون ساكنة، ياسين، تمام. فالسين احنا لو شفناها الهجاء بتاعها سين وياء ونون، تمام. النون هنا نون ساكنة، النون الساكنة في كلمة. طيب والقلم والقرآن، ياسين والقرآن، والقرآن أول سبب قال لنا ان هنا خرجنا من دائره الادغام او استثناء، اللي هي القاعده الاستثنائيه ان هي لا نضغ لا نضغمها، لان الواو هنا واو عطف وليست واو من اصل الكلمه. ده اول مبرر ليها. المبرر الثاني قال لك ان هنا في انفصال اسمه انفصال حكمي. هنا الانفصال بيسمى انفصال حكمي، تمام. طيب يبقى كده ياسين والقرآن هنا واو وراها وقبلها نون ساكنة وجاء وراها واو، فالمفروض تبعا للقاعدة انه يكون هنا ادغام ناقص بغنة، تمام. هنا قال لك نظر الانفصال الحكمي، فهنا بيدخل في دائرة الاظهار ويسمى هذا الاظهار اظهار رواية. اظهار رواية يعني ايه اظهار رواية؟ يعني ان احنا خدناه كده من الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا الموضعين دول في القرآن كله، ياسين والقرآن ونون والقلم، الموضعين دول فيهم إظهار رواية، تمام، طبقا للرواية أخذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هنا بيوجد انفصال حكمي. طب ده عن طريق مين؟ ده حفص عن طريق الشاطبية. ده حفص عن طريق الشاطبية، واخدينه عن حفص من طريق الشاطبية. ليه بنقول من طريق الشاطبية؟ لأن احنا عندنا الطيبة أجاز الإدغام فيها عند الوصل. لأن عندنا الطيبة أجاز الإدغام فيها عند الوصل، تمام. يبقى عندنا نون والقلم زي ياسين والقرآن، هي نفس القصة، مفيش أي كلام تاني مختلف عنه. يبقى كده عندنا أنواع الإظهار لحد دلوقتي 3: إظهار حلقي، وإظهار رواية، وإظهار مطلق، تمام. طيب الاظهار الرابع اللي هو اظهار الشفوي، ده اللي احنا هناخده في احكام الميم الساكنه ان شاء الله بامر الله تعالى ان احيانا الله. والاظهار الاخير اللي هو الاظهار القمري اللي موجود في احكام اللام الساكنه بامر الله تعالى، تمام. طيب سبب الادغام، ادغام النون الساكنه مع حروف ينمو اللي هو التماثل مع النون والتجانس مع الميم في مخرج الغنه والتقارب مع الواو والياء. وشرحنا كيفية الإدغام من قبل. طيب هنأتي بعد كده بيتكلم في الإدغام الكامل والإدغام الناقص. إن احنا شرحنا في الإدغام الكامل ذهاب ذات الحرف وصفته معا، يعني بنلغي حرف النون كامل، الصفة والذات. يعني احنا بنلغي غنة النون الساكنة، الغنة بتاعتها، وذكرنا ان الغنة اللي بتكون موجودة هي غنة اكمل ما تكون غنة النون المشددة او الميم المشددة، وليست غنة النون الساكنة.
تمام، فيبقى النون عندنا بتنتهي تماما. ولما بتضغم في اللام والراء، ان احنا لما نيجي نقول مثلا بلا بلا، لا مش بلا، مثلا مراق مراق، تمام، يبقى عندنا هنا او غفور غفور رحيم، او من ربهم، او من رسول، يبقى النون هنا بتنتهي تماما، هو ادغام كامل، فالنون هنا بيذهب ذاتا وصفة. يعني حرف النون احنا ما بنسمعهوش، مش بنسمع حرف النون نهائيا، بيتحذف تماما، يبقى ده كده الذات بتاعه، جسم النون نفسه مش موجود، وصفة اللي هي الغنة ما بتكونش موجودة، تمام. فمع الراء ولا مع اللام والراء، ان هي من ربهم، من ربهم، ان احنا دخلنا من الميم المكسوره على الراء الساكنه ثم الراء المفتوحه، تمام. يبقى ده النطق بتاعه، ده المقصود بذهاب ذات الحرف وصفته معا. طب في الادغام النون والميم، قلنا ان النون والميم الغنه اللي موجوده اللي هي اكمل ما تكون دي غنه النون والميم، وليست غنه النون الساكنه، لان هي اتحذفت تماما. طب في الناقص، في الناقص بيذهب ذات الحرف، يعني النون بتتلغي معانا، تمام، ولكن بتظل الصفة اللي هي الغنة. الإدغام الناقص مع الواو والياء، إن حرف النون ما بنسمعهوش، ولكن بتكون موجودة الغنة، تمام. ده المقصود بإن هو ذهاب ذات الحرف وبقاء الصفة الخاصة به. علامته في المصحف، علامة الإظهار في المصحف، إن إحنا قلنا بنكون إن هي يا إما نون ساكنة ما عليهاش أي علامة خالص، أو إن هي نون ساكنة وعليها رأس الحاء الصغيرة. ودائما في الإظهار، دائما في حكم الإظهار، بيكون النون الساكنة عليها رأس الحاء الصغيرة، ده تماما، ده على طول إحنا بنلاقيها في المصحف. طب رسمة الإدغام في المصحف، الإدغام الكامل بيكون على حروف يرميلون، اللي هي المقصود بقى حروف ينمو. قلنا الادغام الكامل بتبقى نورمال، حروف نورمال، النون والميم واللام والراء، ده ادغام كامل. الادغام الكامل نعرف ازاي ان هو ادغام كامل، ان احنا بنلاقي على الاربع حروف دول سواء نون او ميم، مش النون الساكنه، لا، النون اللي هي في بدايه الكلمه الثانيه في حكم الادغام، النون والميم واللام والراء بنلاقي عليهم شده، بنلاقي عليهم شده، دي علامتهم في المصحف، وهنبقى نطلعها في المصحف مع بعض ان شاء الله بامر الله تعالى. طيب في الادغام الناقص بيكون الحركه فقط، مفيش تسجيل، بيكون الحركه فقط. طيب كده اللي هو ده كحكم الادغام. عندنا بعد كده الاقلاب، وقلنا الاقلاب لغه هو التحويل، اي تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه. طيب بالنسبه اصطلاحا، قلب النون الساكنة، النون الساكنة عندنا بيتم إقلابها، بتقلب إلى إيه؟ ميم مخفاة، ميم مخفاة، ثم بيتم إخفاء هذه الميم مع الغنة عند ملاقاتها بحرف الباء، يعني لما بتيجي بتخفى عند الباء، تمام؟ بتخفى عند الباء. طب علامتها إيه في المصحف؟ ميم قائمة، ميم قائمة فوق النون الساكنة. طب وفي التنوين؟ في التنوين لو خدتوا بالكم من الملحوظة اللي أنا قلتها المرة الحلقة الماضية، إن إحنا قلنا التنوين الحركتين مش هما دول التنوين، الحركة الأولى اللي هي حركة الحرف سواء فتحة أو كسرة أو ضمة، والحركة الثانية هي حركة التنوين، تمام؟ طيب عشان تدل يعني إن الحرف ده منون. طيب في الإقلاب، إحنا قلنا إن النون الساكنة بتتحول إلى ميم مخفاة. في التنوين اللي هي نون التنوين بنلاقي شرطة اللي هي حركة الحرف، وبعدين بنلاقي ميم الحركة الثانية اللي هي المقصود بها التنوين بتتحول إلى ميم. يعني مثلا هنا كده لنسف عن، المفروض هنا تنوين كده، تمام، وبعدين بالناصية،
بالناصية. اللي بيحصل هنا ايه؟ بيحصل ان الحركة التانية دي بيتم قلبها الى ميم مخفاه. الحركة التانية بيتم قلبها الى ميم مخفاه، فبتبقى كده. حكم الاقلاب علامته في المصحف بيبقى فيه الشرطة الاولى اللي هي الحركة بتاعت الحرف، والشرطة التانية بتتحول الى ميم مخفاه اللي هي الشرطة التانية دي المقصود بيها نون التنوين. تمام؟ يبقى هي اللي بتتحول الى ميم مخفاه. طيب يبقى كده عندنا نفس القصة، ان هي بتكون ده في التنوين، زي مثلا عليم بذات، لو قلنا عليم بالله هنا ضمة، والحركة التانية بنلاقيها فوقيها كده ميم. ولو فتحت المصحف وجبتوا حكم الإقلاب في الكلمات هتلاقي علامة المصحف بهذه القصة. تمام؟ طيب يبقى كده ده الإقلاب، إن احنا قلنا بقلب النون الساكنة أو التنوين ميما وإخفاؤها مع الغنة عند ملقطها الحرف الباء. يعني أول حاجة اللي هي آلية الإقلاب أو كيفية الإقلاب، الإقلاب بيتحقق زي عندنا بثلاث خطوات. أول خطوة إن احنا بنخفي الميم، بنقلب النون الساكنة إلى ميم مخفاة. أول خطوة إن هي بتقلب النون التنوين إلى ميم مخفاة، أو النون الساكنة إلى ميم مخفاة. تمام؟ ثم إخفاء الميم عند الباء، إخفاء الميم عند الباء. لا نسفعن. تمام؟ ثم الحالة التالتة إظهار الغنة المصاحبة للإخفاء. يبقى ثلاث خطوات لتنفيذ حكم الإقلاب، إن إحنا أول حاجة بنخفي النون الساكنة أو بتتحول أو بنقلب النون الساكنة أو نون التنوين إلى ميم مخفاة، وبعد كده بنخفي الميم عند حرف الباء. ثم الحالة الثالثة أو الخطوة الثالثة إن هي الميم بإظهار الغنة عند الميم المخفاة عند الباء. تمام؟ في هنا سؤال اللي هو بيقول لك ليه النون الساكنة ونون التنوين تم قلبها إلى ميم عند ملاقاتها الحرف الباء؟ يعني ليه حكم الإقلاب ده تم؟ إيه سبب الإقلاب؟ لأن إحنا لو بصينا إن الميم النون والباء في بينهم يعني تقارب، النون والباء المخرجين قريبين من بعض، فعدم بعد المخرجين ما بين النون والباء بعدا كافيا للإظهار. تمام؟ ما فيش بعد كافي للإظهار زي الحروف الحلق مثلا، فده بيعمل ثقل وليست قريبة بالدرجة اللي هي علشان يحدث لها إضغام، فهي حالة كده في النص، حرف الباء بيخرج من الشفتين والنون بتخرج من طرف اللسان، فلا هي بعيدة قوي علشان يحصل إظهار ولا هي قريبة قوي علشان يحدث الإضغام، وبالتالي بيكون في ثقل في الكلمة، فحدث الإقلاب للتخفيف الكلمة ولمعرفة نطقها يعني. طيب التنبيهات اللي موجودة في الإقلاب عندنا: عدم كز الشفتين مع إطباقهما بشدة، يعني احنا نخلي بالنا ان احنا ما يتمش إطباق شفتين عند النطق الميم المخفاة، لم تطبق لأنها ليست باء، الباء هي إطباقها أقوى من الميم. لو نفتكر في المخارج الباء إطباقها للشفتين أقوى من الميم، فالميم مجرد تلامس الشفتين وليس إطباق. عدم توسعة المسافة بين الشفتين فتظهر الغنة، ما بنعملش مسافة كبيرة بين الشفتين. تمام؟ هو بس في رأيين، احنا قلنا في الإخفاء حكم الميم المخفاة أو نطق الميم المخفاة ليها حالتين. في علماء مدرسة قالت بيكون في فرجة بسيطة جدا تسمح بمرور ورقة ما بين الشفتين لنطق الميم المخفاة خاصة بالإقلاب. تمام؟
وفي رأي آخر قال لا، لا يوجد فرجة ولكن بيكون بتلامس الشفتين، لا يوجد فرجة ولكن بيكون بتلامس الشفتين. تمام؟ يبقى كده انتهينا من مراجعة الأحكام السابقة. بنبدأ اليوم في درس اليوم بأمر الله تعالى في حكم الإخفاء. حكم الإخفاء، هنا الإخفاء بيسمى إخفاء حقيقي، تمام؟ تعريفه لغة أي الستر، بتخفي شيء يعني بتستريه. أخفيت الشيء أي سترته عن الأعين، فالإخفاء معناه الستر. اصطلاحا نطق بحرف ساكن على كيفية بين الإظهار والإدخال والإدغام. يعني إيه؟ يعني هي حالة وسط، لا هو مخفي إخفاء كامل ولا هو مضغم إضغاما كامل، يعني هي حالة وسط ما بين الإخفاء والإظهار. فهو النطق بحرف ساكن، اللي هو المقصود طبعا الحرف الساكن هنا النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة، يتم نطقها على كيفية بين الإظهار والإدغام. طب شكلها إيه؟ التشكيل بتاعها عامل إيه؟ عار من التجديد، مفيش تجديد، هو مش إدغام كامل، لا يوجد تجديد، يعني النون الساكنة عارية من الحركة، مفيش حركة عليها. طيب الحرف اللي هو المخفى عنده أو المخفى فيه، تمام؟ حرف الإخفاء بيكون متحرك بالحركة بتاعته فقط، وليس عليه شدة، ما ليس عليه شدة، مفيش تجديد، مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين، تمام؟ يعني النون الساكنة بتختفي، لفظ النون ما بنسمعش صوت النون، ولكن اللي بيبقى منها الغنة، بيكون الغنة موجودة عند النون الساكنة أو نون التنوين نون التنوين. الأخوات اللي بيفتحوا المايك عايزين يسألوا ولا هو مجرد بيتفتح منهم يعني بدون ما ياخدوا بالهم؟ يبقى عندنا هنا النون الساكنة حكم الإخفاء، قلنا لغة هو معناه الستر، اصطلاحا هو النطق بحرف النون الساكنة أو نون التنوين على هيئة أو كيفية بين الإظهار والإدغام، عار من التجديد يعني ما فيهوش شد عليه، مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين. بيسمى هنا إيه؟ إخفاء حقيقيا، بيسمى إخفاء حقيقيا. طب إيه سببه؟ سبب الإخفاء الحقيقي إن هذه الحروف اللي هي حروف الإخفاء اللي هي 15 حرف، وهي مجموعة في بيت: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يبقى حروف الإخفاء هي أول حرف من كل كلمة في هذا البيت، هي 15 حرف مجموعة في بيت، طبعا هو مش الحروف البيت كله، هو أول حرف من كل كلمة في هذا البيت. البيت هو صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يعني المقصود هنا ان الحروف هي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء، 15 حرفا. الحروف الإخفاء هذه، معذرة يا اخواتي ثواني، طيب نكمل ان شاء الله على بركة الله. سبب الإخفاء هنا إن الحروف دي لم تقترب مخرجا من النون والتنوين كقرب حروف الإدغام، تمام؟ يعني هي مش قريبة زي حروف الإدغام ومش بعيدة زي حروف الإظهار، فهي حالة ما بين الاتنين، تمام؟ على قدر قرب هذه الحروف من النون والنون الساكنة والتنوين قوي التقارب في المخرج أو في الصفة، تمام؟ وكلما بعد او كلما قل قرب
يعني كلما قل فقرب الى الاظهار. يعني ايه؟ يعني الحروف دي بتتقسم، الحروف اللي بتبقى قريبه من مخرج النون زي الطاء والدال والتاء بتكون قريبه للادغام، بتكون قريبه لحكم الادغام، هي مش مدغمه ولكن بتكون قريبه فيها منها، يعني شبه مدغمه، تمام؟ والحروف اللي بتبقى بعيده عن مخرج النون زي القاف والكاف اللي هي اقل مراتب الاخفاء بيكون يعني قريبه من الاظهار. يعني ايه قريبه من الاظهار؟ يعني احنا لما بنيجي نقول ان غله الاخفاء عند القاف والكاف بتخرج من القاف والكاف من المخرج بتاعهم، فان احنا دايما نقول ان غله الاخفاء علشان نسمعها بنهيئ الفم على الحرف اللي بعدها فبنشعر بصوت الحرف، فعند القاف والكاف بنحس بنسمع يعني جزء من القاف عند الغنه، يعني من قا من قابل من قابل، خلاص؟ فالمستمع بيشعر ان الحرف اللي جاي وراه هو قاف من الغنه، خلاص؟ طب الكاف من كو ان كو، تمام؟ فده المقصود، يعني ده المقصود ان احنا لو بعدنا الحروف اللي هي كل ما كانت بعيده عن مخرج النون والتنوين فان هي بتكون قريبه من الاظهار. يعني ايه قريبه من الاظهار؟ يعني ان احنا بنشعر ان هي بتكون شبه مظهره، يعني هنسمع الحرف صوت الحرف اللي جاي بعد النون الساكنه والتنوين. طب واذا كانت قريبه جدا من مخرج النون بنشعر ان هي بتكون قريبه من الادغام، تمام؟ يعني كأن الحروف شبه مدغمه، ده المقصود من هذه الجمله. طب كيفيه الاخفاء، كيفيه تنفيذ او اليه حكم الاخفاء؟ بننطق النون الساكنه ونون التنوين غير مظهرتين، يعني هي ما بيكونوش ظاهره اظهارا محضا، يعني زي حكم الاظهار ما بتكونش ظاهره، يعني النون اساسا ما بنسمعش صوتها، ولا مدغمتين ادغاما محضا يعني محضا، ان هي برضو بتكون غير مدغمه في الحروف التي بعدها، النون ما بتظهرش معانا، لكن هي بحاله وسط، يعني حكم الاخفاء ده هو حاله وسط ما بين الاظهار والادغام، فهي بقاء ذات الحرف وصفته معا. ده الاظهار، يبقى الاظهار ابقاء ذات الحرف وصفته معا، والادغام ذهابهما معا. انما الاخفاء هنا ذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ بالابتعاد عن المخرج وابقاء صفتهما التي هي الغنه. يعني النون ما بنسمعش صوتها ولكن بتبقى معنى الغنه، فبيذهب ذات الحرف ويبقى معنى الغنه. طب الغنة بتؤدى منين؟ من الخيشوم عند الحرف المخفى عنده. طب بيحصل ازاي؟ ان احنا بنبعد اللسان عن مخرج النون والتنوين، يعني طرف اللسان ما بيستقرش في لثة الثنايا العليا، طرف اللسان بيبعد عن مخرج النون اللي هو طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا، تمام؟ بنبعد عن مخرج النون وبنقترب من مخرج الحرف الذي يليه، بنقترب من مخرج الحرف الذي يليه، يعني بيتهيأ الفم وبيتهيأ اللسان على انه هيخرج من الحرف اللي هو حرف الاخفاء. يعني لو احنا بنخرج بنجيب مثلا عند، يبقى اللسان بيتهيأ عند مخرج الدال، اللسان بيتهيأ عند مخرج الدال. لو احنا هننطق القاف او الكاف فاللسان بيتهيأ عند كأننا بننطق الكاف او كأننا بننطق القاف، تمام؟ فده المقصود ان غنة الاخفاء بتتم ازاي. بنبعد عن مخرج النون تماما وبنقرب من مخرج الحرف اللي احنا رايحين ليه، دي بكل بساطة. طيب عندنا لما نيجي نقترب من المخرج اللي احنا رايحين ليه بنراعي ان الغنه المخرج الحرف اللي احنا رايحين ليه الحرف المخفى عنده، اذا كان الحرف ده مفخم فبتكون الغنه معانا مفخمه، اذا كان مرقق فتكون غنه الاخفاء مرققه،
طيب يبقى احنا عندنا حروف اللي موجودة خص ضغط قر، حروف الاستعلاء السبعة، تمام. الغنة إذا جاءت عندهم، طبعا الخاء عندنا إظهار وليست إخفاء أو إدغام، يبقى إحنا خرجنا كده من خص ضغط قر الخاء. طب والغين؟ برضو الغين إظهار، يبقى الخاء والغين إظهار. هيفضل عندنا إيه الحروف التفخيم اللي موجودة عندنا في حروف الإخفاء؟ بقية الخمس حروف، القاف والطاء والضاد والصاد، تمام. فاضل ايه؟ خص ضغط قر يبقى الخاء اظهار، الصاد والضاد والطاء والقاف والظاء، يبقى خمس حروف من حروف الاخفاء هي حروف مفخمة، الغنة بتيجي فيهم غنة مفخمة. طب وبقية الحروف العشرة المتبقية بتبقى الغنة فيهم مرققة، تمام. يبقى احنا بنعمل تهيئة الفم على واحنا ذاهبين للغنة. طيب الامر ده يوضح معانا اكتر ان شاء الله مع الصور اللي موجودة هنا. يبقى الاخفاء هنا زي ما احنا شايفين، بيت اللي هي حروف الاخفاء، الصاد، صف ذاتنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما. يبقى الحروف اللي هي باللون الأحمر هي دي حروف الإخفاء، الحروف اللي موجودة عندنا باللون الأحمر هي دي حروف الإخفاء، تمام. يبقى عندنا الخمس حروف اللي هي الصاد والقاف والطاء والضاد والظاء، هذه الحروف بتبقى الغنة بتاعتهم غنة مفخمة. بقية العشرة حروف المتبقية بتكون غنة مرققة. طب مراتب الغنة، مراتب الغنة عندنا ان احنا قلنا كل ما كانت الحروف قريبة من مخرج النون فبيكون هنا مرتبة الإخفاء أعلى. أقوى مراتب الإخفاء بتكون موجودة عند الحروف اللي هي أقرب حروف لمخرج النون. طب هي أقرب حروف لمخرج النون؟ مخرج النون عندنا بيخرج من طرف اللسان، إيه الحروف اللي موجودة عندنا بتخرج من طرف اللسان؟ الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء. يبقى أقوى مراتب الإخفاء عندنا الطاء والدال والتاء، دي أقوى مرتبة. يبقى لما نيجي نقول إن هنا الحكم حكم إخفاء، يبقى حكم إخفاء مثلا عند الطاء وهو أقوى مراتب الإخفاء. طيب بالنسبة لأضعف مراتب الإخفاء اللي هي أبعد حروف موجودة عن مخرج النون وهي القاف والكاف، وهي القاف والكاف، يبقى أعلى مرتبة من مراتب الإخفاء مرتبة الطاء والدال والتاء، أقل مرتبة من مراتب الإخفاء اللي هي مرتبة القاف والكاف، ثم العشرة أحرف المتبقية هي مرتبة وسطى. العشرة أحرف المتبقية هي مرتبة وسطى، تمام. يبقى مراتب الإخفاء عندنا مرتبة عليا ومرتبة وسطى ومرتبة دنيا. مرتبة عليا عند الطاء والدال والتاء، مرتبة وسطى عند عشرة حروف اللي هي ما بين العليا والدنيا، ومرتبة دنيا عند القاف والكاف. يبقى دي مراتب الإخفاء. بالنسبة لغنة الإخفاء بتنقسم لغنة مفخمة عند خمسة أحرف وهي الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف. بالنسبة للحرفين المتبقيين الخاء والغين ده بيدخلوا في حكم الإظهار الحلقي، تمام يا أخواتي. إحنا هنا عايزين نشوف شكل الفم عند غنة الإخفاء. يبقى المطلوب عمله أو كيفية آلية الإخفاء، تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي أو الحرف التالي. يبقى إحنا بنعمل تهيئة الفم على الحرف اللي إحنا رايحين نخفي عنده. يصاحب ذلك غنة كاملة الطول من الخيشوم. ناخد بالنا إن الأسهم اللي طالعة دي في الخيشوم ده المقصود بيها الغنة. يصاحبه أيضا صويت من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون اللي هو الجزء اللساني. لو بصينا هنا المخرج النون اللي هو طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا، تمام، بنلاقي في مسافة ما بينهم، في مسافة ان احنا قلنا بنبعد اللسان عن
لثة الثنايا العليا، بنبعد اللسان عن مخرج النون، بنبعد اللسان عن مخرج النون. فاحنا لو بصينا هنا الجزء هنا فهنلاقي ان في مسافة ما بين طرف اللسان وما بين اللثة، تمام؟ يبقى عندنا غنة الإخفاء بيكون جزء خارج من الفم، خلاص الأسهم هي خارجة من الفم، وجزء آخر خارج من الخيشوم. ليه ده بيرجع لعدم انغلاق مخرج النون؟ بينغلق فين مخرج النون؟ في القاف والكاف، بيخرج معانا في القاف والكاف، بينغلق المخرج في القاف والكاف. تمام؟ يبقى عندنا شكل الفم عند نطق النون المخفى قبل القاف والكاف. بنبص هنا في القاف، شايفين يا اخواتي المخرج هنا مغلق تماما، تمام؟ بيحدث ايه؟ بيحدث رجوع للسان المضمار، والحلق معانا بيضيق، بيسببه تفخيم الغنة. الحلق معانا بينغلق على بعضه او بيضيق، بيحصل ضيق في الحلق، ولسان المضمار بيرجع للخلف، تمام؟ بيعود للخلف، بيجي الصوت هنا عشان يخرج من الفم بيلاقي مخرج القاف والكاف بيكون مخرج مغلق، فبيضطر ان هو يخرج كله من الخيشوم، فبتكون الغنة مفخمة، تمام؟ رجوع لسان المزمار وتضييق الحلق بيسبب التفخيم، تفخيم الغنة. الجزء الفموي بيكون مقفول بأقصى اللسان، يبقى ده شكل غنة القاف، تمام؟ شايفين أقصى اللسان بيكون مرتفع قافل على المخرج، تمام؟ وسط اللسان بيكون اللي هي التقايرة البسيطة دي، وطرف اللسان بيكون فين؟ هو اللسان بيكون معلق، مش لازق في الثنايا السفلى ولا لثة الثنايا السفلى، هو بيكون اللسان طرف اللسان يعني مجرد نازل لتحت، لكن هو بيكون معلق، تمام؟ طب بالنسبة للكاف نفس القصة، مخرج الكاف مقفول، تمام؟ لكن لسان المزمار ما بيرجعش، لسان المزمار في مكانه. هنا لو بصينا للصورة هنا هنلاقي لسان المزمار راجع شوية للخلف، لكن هنا لسان المزمار في مكانه، تمام؟ فصوت الغنة بيكون مرقق. وعندنا الجزء الفموي مقفول بأقصى اللسان، ليه؟ لأنه هو قافل على مخرج الكاف، تمام يا أخواتي؟ فهنا بيقول لك ايه؟ بيكون صوت النون المخفى مفخما ان جاء بعده حرف مفخم، ده اللي احنا قلناه من شويه، خمسه حروف مفخمه، حرف خمسه احرف مستعلاه في ال 15 حرف الخاصين بحروف الاخفاء، تمام؟ فبتكون الغنه فيهم مفخمه. ليه؟ ده بسبب رجوع لسان المزمار وتصاعد الصويت الفموي اللي هو المقصود الصوت الفموي، الصوت بيتصاعد معانا لقبه الحنك، تمام؟ وبيكون صوتها مرقق ان جاء بعدها حرف مرقق. الامثله عندنا هنا منصورة، منصورة بريح صرصر، بريح بريح صرصر عن طبق، عن طبق انظر انظر، تمام؟ بالنسبة للغنة المرققة الإنسان، الإنسان خمسة سادسهم، خمسة سادسهم أنفسكم، أنفسكم من دون، من دون. يبقى وضحت كده غنة الإخفاء بتتم ازاي، او الآلية بتاعت غنة الإخفاء، ان احنا بنخفي ذات الحرف، يعني النون بتختفي ما بنسمعش صوت النون، لكن بقاء الغنة، الغنة بتكون موجودة عند النون الساكنة او نون التنوين، تمام؟ وبيتهيأ الفم على مخرج الحرف التالي ليها، وبعد كده ان احنا بيتم معانا اذا كان الحرف مفخم في بيتم ارتفاع اقصى اللسان، وبنبعد طرف اللسان مخرج النون، بنبعد طرف اللسان عن مخرج النون، تمام؟ وبيتهيأ الفم كاننا هننطق الحرف اللي بعده، بيتهيأ الفم على نطق الحرف التالي ليه.
طيب علامة إخفاء النون الساكنة في ضبط المصحف إن النون الساكنة خالية من الحركة. نبص من دون، النون الساكنة ما عليهاش أي حركة. أن كان، أن كان. من قبل، من قبل. تمام يا اخواتي، يبقى النون الساكنة هي موجودة في الثلاثة أمثلة ما عليهاش أي حركة. طب الحركة اللي هي الحرف الإخفاء حركة عادية، هنا ضمة وهنا فتحة وهنا فتحة، ما عليهاش تشديد، يبقى علامتها في المصحف تجريد النون من السكون وعدم تشديد الحرف التالي للنون الساكنة. التنوين، التنوين هو تتابع الحركتين عادي جدا، شرطتين متتابعتين أو فتحتين متتابعتين أو ضمتين متتابعتين وحرف الإخفاء عليه الحركة بتاعته، سواء فتحة أو ضمة أو كسرة. طب إيه الأخطاء اللي بتحدث عند نطق النون الساكنة والتنوين؟ إيه هي أبرز الأخطاء اللي بتحدث عند نطق النون الساكنة والتنوين في حكم الإخفاء؟ إن إحنا يتم إظهارهم، ودي بتبقى واضحة جدا في التطبيق، إن الأخوات لما بتيجي تنطق غنة الإخفاء بنسمع صوت النون، نقول لا إحنا هنا عندنا إدغام أو عندنا إخفاء، فالنون ما بنسمعش صوتها. فإظهار حرف النون، النون الساكنة أو نون التنوين عند أحرف الإدغام والقلب والإخفاء، ده خطأ من أخطاء النون الساكنة والتنوين. تمام، إدغامهما في الواو والياء من غير غنة. لما نيجي ننطق النون الساكنة أو التنوين المدغمتان في الواو والياء ما بتظهرش معانا الغنة، ده خطأ من الأخطاء. طيب ترك فرجة بين الشفتين عند قلبهما ميما مخفاة، يعني في حكم الإقلاب لما بنيجي ننطق الميم المخفاة بنسيب فرجة، وده خطأ. هو مش خطأ، احنا قلنا ان دي مدارس، بس في الفرجة هنا المقصود بيها ان هي تكون في فرجة واسعة. احنا قلنا اللي هي المدرسة اللي بتقول فرجة بتبقى فرجة صغيرة جدا، مجرد بس ان انت بتدخلي ورقة، يعني ورقة بتسمح بدخول ورقة وخروجها. شايفين سلك الورقة بيكون رفيع جدا، يعني ده حاجة بسيطة جدا. تمام، وده امر وده امر محدث او محدث، امر محدث. تمام، في نحو من بعد. فقلنا ان دي مدارس، في مدرسة بيقول إن إحنا بنترك فرجة بسيطة جدا تسمح بمرور، يا بنتي بس تسمح بمرور ورقة، وفي مدرسة أخرى بتقول إن تلامس الشفتين فقط وليس ترك فرجة. تمام، الخطأ الرابع اللي هو جعل الفم على هيئة واحدة عند أحرف الإخفاء جميعا، يعني الفم يكون واحد عند غنة الإخفاء، ده خطأ من الأخطاء، لأن إحنا بنقول إن الفم بيتهيأ على الحرف الآخر. يعني الغنة عند الطاء والدال مختلفة عن الغنة عند القاف والكاف، مختلفة عند الغنة عند الصاد عند الضاد وهكذا. تطويل زمن الغنة زيادة عن المطلوب، تطويل زمن الغنة زيادة عن المطلوب. فمن هاد هنا إظهار، فهنا بيأخذ بس زمن التوسط. تمام، من قابل هنا الإخفاء فبيأخذ زمن أطول. فلن نزيدكم هنا إدغام كامل بغنة أكمل ما تكون، فالغنة بتكون أطول من غنة الإخفاء، لأن غنة الإخفاء بتكون كاملة، إنما غنة الإدغام بتكون أكمل ما تكون. فلن نزيدكم من قبل من هاد، واضح الفرق أعتقد، يعني حتى في السماع الفرق واضح جدا ما بين الإظهار والإخفاء والإدغام. إخفاءها عند الغين والخاء، ده خطأ من الأخطاء اللي ده طبعا احنا بنتكلم عن حفص، لأن في قراءة أبي جعفر بيكون مسموح ليها الإدغام، لكن احنا بنتكلم عن حفص. حفص عندنا إن هو بيظهر الغنة بيظهر بيخفي الغنة، مفيش غنة موجودة عند الغين والخاء، وبيكون الحكم هنا إظهار وليس إدغام أو إخفاء. أجر غير من خير، تمام، فهنا بياخذ بس زمن توسط وليس
وليس زمن للغنى. طيب الأزمنة الغنى هنا ترتيبها غنى أكمل ما تكون، وغنى كاملة، وغنى ناقصة، وأنقص ما تكون. أكمل ما تكون بتكون موجودة مع النون والميم المشددتين والمضغمتين، تمام؟ كاملة بتكون مع النون والميم المخفتين، ناقصة بتكون مع النون والميم المظهرتين في حكم الإظهار، وأنقص ما تكون الميم المتحركة. يعني إحنا كده لو قلنا اللي هي التشديد النون المشددة، النون والميم المشددتين والإدغام والمضغمتين حكم الإدغام الكامل بغنة، تمام؟ ده بيكون الغنة أكمل ما تكون. غنة الإدغام الناقص في قالوا إن هي أكمل ما تكون، وفي اللي هم قالوا إن هي كاملة وليست أكمل ما تكون، تمام؟ طيب الغنة الكاملة بتكون مع المخفتين في حكم الإخفاء، الغنة والإقلاب. الغنة الكاملة بتكون مع الإخفاء والإقلاب، حكم الإخفاء والإقلاب بتكون غنة كاملة. الإدغام الكامل والنون والميم المشددتين بتكون غنة أكمل ما تكون، تمام؟ أو في الإدغام عموما يعني على حسب المدارس. الغنة بتكون ناقصة مع النون والميم الساكنتين المبهرتين مع حكم الإظهار. أنقص ما تكون هي المتحركة، يعني اللي هي أساسا الغنة مش موجودة، مش ظاهرة أصلا. بيعطي هنا تنبيه أو ملحوظة إن التناسب بين أزمنة الغنن بيتحقق مهما كانت سرعة القراءة. يعني لو إحنا بنقرأ بالتحقيق أو بالتدوير أو بالحذر فالأزمنة بتكون واحدة ومتساوية. الأزمنة بتكون واحدة متساوية، يعني المقصود إن غنى أكمل ما تكون في التدوير متساوية، غنة الإخفاء متساوية، غنة اللي هي الناقصة أو الأنقص ما تكون، المقصود هنا إن الأزمنة متساوية على حسب سرعة القراءة مهما كانت، إن كانت تحقيق أو تدوير أو حذر فبتكون الأزمنة متساوية، تمام؟ كده انتهينا من أحكام النون والميم الساكنتين، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون والتنوين، النون الساكنة والتنوين، تمام يا أخواتي؟ أي سؤال موجود في الأخت تتفضل، أو أي واحدة عندها أي سؤال تتفضل. يا حبيباتي أي أخت عندها أي سؤال؟ السلام عليكم أستاذة. تفضلي. أستاذة ممكن أنه الغنة تختلف مع حركة الحرف؟ المفخم حركة الحرف ولا يعني حالة الحرف؟ لا، هو حرف مفخم، حرف مفخم ولكن حركته مثلا عندما يكون مفتوح ولا مجزوم، هل الغنة تختلف في قوتها؟ يعني هل تكون أقصى تفخيما عندما يكون الحرف مفتوح ولا منصوب ولا مجزوم؟ طيب أنا فهمت حضرتك عايزة تقول إيه. يعني إحنا قلنا إن التفخيم في الحروف المفخمة إن كان مكسور فبتبقى بيسمى تفخيم نسبي، مع الحروف المستعلية المنفتحة والمستعلية المطبقة بتكون التفخيم يعني الكسر ما بيؤثرش فيها، تمام؟ ده قصدي يعني، نعم، خاصة في حرف القاف. نعم. لا حضرتك، احنا عندنا الحروف التفخيم المعروفة اللي هم خمس حروف اللي قلنا فيهم بتكون مفخمة، بتكون مفخمة. نعم. على حالها، الفتحة لا تؤثر فيها. نعم. تمام. ولما تكون كسرة يعني احنا هنشوف الأمثلة، هنشوف الأمثلة دلوقتي اللي هنطبق عليها إن شاء الله. نعم. أنا ما شفتش قلنا فيها مكسور من دون يعني أو من بعد. السلام عليكم. هنشوفها دلوقتي. بس هي المعروف ان هي الغنة بتكون مرققة مع الاحرف المرققة والمفخمة مع الاحرف المفخمة، لكن ملهاش دعوة بالحركة سواء مكسورة او مفتوحة او نسبة التفخيم في الحرف المفخم يبقى هو نفسه. هي لان الغنة هي بتكون موجودة عندنا عند النون الساكنة والتنوين، ما بتكونش موجودة بحركة الحرف. يعني مثلا هنا وكأسا دهاقا، فالغنة موجودة عندنا عند النون الساكنة والحرف بينطق بحركته عادي جدا، تمام؟ فهو لما يكون مفخم هو ملوش دعوه بالحركه، يعني
يعني مكسور او مفتوح او كده ملوش دعوه بالحركه اطلاقا. شكرا. هنا شيء قدير من قبل. هي الغنة اساسا بتكون موجوده عند النون الساكنه. فهمتك استاذة، بارك الله فيك. وياك يا رب. السلام عليكم ابله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي حبيبتي. اختي معلش لو اسالك سؤال، انا عدني مبتدئه بالتجويد والفهم عندي شويه بطيء، فتقدري مثلا تنصحيني باي كتاب ابدا معاكم؟ انا معاكم بس الفهم عندي بطيء. حضرتك هو كتاب دكتور ايمن سويد الشرح فيه مبسط، ويعني زي ما حضرتك شايفه على الشاشه دلوقتي ان بيبقى فيه صور وفيه توضيحات، ويعني شايفه ان ده ابسط كتاب. لاني اقدر اشتريه مثلا، انا ساكنه في قطر. لا انا ما اعرفش الشراء بيكون منين، بس اللي هو يعني مكان الشراء عنوانه ايش؟ هو التجويد المصور انا منزلاه حضرتك عندي على قناه التليجرام. الاخوات مديان للاخوات بي دي اف، يعني الاخوات ان هم ممكن يحملوه على الجهاز، يعني الاجهزه عندهم بي دي اف. التجويد المصور التجويد المصور للدكتور ايمن سويد. يعطيك العافية. وياك يا رب العالمين. أنت دعواتك إن ربي يفتح. ربنا يفتح لك فتح يا رب العالمين. آمين الجميع. الله يعطيك العافية تسلمي. طيب في أي أخت عندها أي استفسار أو أي سؤال؟ السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحكام التجويد يعني درستهم في 2007 يعني قديمة، وكنت ما شاء الله فيهم زعما، والآن تنوين معذرة يا أخوتي عشان بس الزوم خرج البرنامج. ممكن أعرف الدرس متى الإعادة؟ نفس التوقيت نفس اليوم الإعادة؟ لا هو الدرس مسجل بنزله على القناة للأخوات اللي هم حابين إن هم يسمعوه مرة ثانية. شكرا بارك الله فيك، هذا اللي كنت حابة أعرفه. الله يعينك. شكرا بارك الله فيك أستاذ. نعم تفضل أستاذة. أنا حابب أسمع التسجيل يا أستاذة بس بعرف شوين، يعني هو موجود يا حبيبتي على قناة تليجرام، رابط تليجرام رابط التليجرام بينزل على الشات، فحضرتك بتدخلي على القناة بتاعت برنامج تليجرام. لو برنامج تليجرام نازل عندك على الجوال بتاعك خلاص بتدخلي على رابط التليجرام والقناة موجودة فيها، بينزل التسجيل مباشرة بعد الحلقة، يعني مجرد بس ما بيجهز بنزله مباشرة بعد الحلقة، يعني بتاع مثلا بعد نص ساعة ساعة في الحدود دي بيكون نزل على القناة. جزاك الله خيرا استاذة. وياك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا استاذة، بارك الله فيك ونفعكم الله ان شاء الله بعملكم. استاذة يعني ممكن الله يخليك تبعتي لي الرقم يعني الرابط، لان ما عندي يعني خط كان عندي وضع مني، وكي ادخل الى التليجرام كي اسمع الدرس وقراءة كذلك. الله يشهدك خير. ممكن انزله على الشات؟ حاضر. الله يخليك يشهدك الله خير. وياك يا رب العالمين. السلام عليكم ازولاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رابط التليجرام ده مش هو بتاع القناة الاساسية ولا ده رابط لحضرتك مخصوص؟ يعني القناة لا دي قناة تليجرام انا عاملاها بنزل عليها الدروس اللي هي الحلقات، يعني دروس الحلقات. يعني الاول كنت بنزل اللي هو الكلام كتابة ومعاه الشرح، دلوقتي يعني بقالي كذا حلقة بنزل اللي هو التسجيل الصوتي من الحلقة، يعني بس هو معذرة لضيق الوقت عندي، يعني ان انا عشان وقتي بقى ضيق جدا فمبقتش ان انا قادرة ان انا انزل الصور اللي بعملها على الحلقة والكلام ده، لان الحلقة بتبقى شاملة لكل المعلومات والصور، فبقيت انزل التسجيل الصوتي حلقة بحلقة بنزل التسجيل الصوتي، ولما بيكون عندي وقت بنزل الدروس كصور والمعلومات كتابية، يعني
لكن في حالة يعني ان انا خلاص الوقت ده عندي جدا لان يعني داخل على امتحانات وحاجات زي كده، فمش قادرة ان انا انزل على القناة اللي هي الصور والمادة العلمية كتابة، لكن هي التسجيل الصوتي بتاع الحلقة بينزل على القناة مباشرة بعد الحلقة. ربنا يديك. طب احنا ممكن نبقى نقرأ الأمثلة عشان انا مش بعرف افرق قوي بين الغنة المفخمة والغنة الغير. حاضر، احنا هنقرأ في الأمثلة دلوقتي و نعم هننتهي بس اخر جزئية في الدرس اللي هي الشرح، الفرق ما بين الإخفاء والإدغام، الفروقات اللي موجودة وبعض الملحوظات، وان شاء الله نبدأ قراءة في الأمثلة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، لأني أول مرة أدخل في هذه الدروس التجويد، شوية تخلبطت علي أنه قلتي القاف والكاف هي أقل مرتبة الإخفاء. نعم. ما توضحت لي كثير الفرق بينها وبين غنة القاف والكاف، يعني لها علاقة بالغنة، مرتبة الغنة ولا مرتبة الإخفاء؟ يعني ما توضحت عندي كثير، يمكن تعيدي لي الفكرة شو هي أقل مرتبة الإخفاء؟ ما فهمت يعني درجة الإخفاء بتبان فين أكتر. يعني عندنا في الطاء والدال والتاء إحنا السمع بتاعنا ممكن يعني لو ما ميزناش قوي ممكن نتخيل إن هو ممكن يكون إضغام، عشان الغنى المخارج بتاعة الطاء والدال والتاء قريبة من مخرج النون. تمام، فاحنا ممكن لوهله كده ان احنا نشعر بان هو ادغام، بس هو مش ادغام لان القرب مش قريب قوي من مخرج النون لدرجه ان هو يحدث ادغام. تمام، احنا لو بصينا لحروف يرميلون هنلاقي ان حرف الياء قريب من وسط اللسان، وسط اللسان قريب من طرف اللسان. تمام، لو بصينا الراء بيخرج من حافة اللسان، وحافة اللسان قريبة من الطرف، هم قريبين من بعض لأن اللام والنون والراء أحرف زلقية بتخرج ورا بعض على طول. تمام، الميم من الشفتين، وصفات الميم نفس صفات النون لأنها بتتنقسم لجزئين وبتخرج جزء فمي وجزء قيشومي، ففي حاجات مشتركة ما بينهم فبيحدث الإدغام. تمام، النون طبعا هو مخرج النون هو نفس النون، ده تماثل الاثنين زي بعض صفة وذاتا. في تاني يرميلون، اللام برضو من حافة اللسان، الحافة الأمامية من اللسان وقريبة من الطرف. الواو بيخرج من استدارة الشفتين، فبنلاقي ان حروف الإدغام قريبة من مخرج النون فبيحدث لها إدغام. تمام، يا إما مشتركين في الصفات يا إما ان المخرج قريب، ففي اسباب للادغام ان هو بيحدث لها ادغام. فعلشان كده ان احنا بنقول لك قوه الاخفاء، قوه درجه الاخفاء، الاخفاء هنا بيكون اخفاء النون هنا بيكون قوي، يعني من دو فين هنا النون انت مش سامعاها. تمام، فالغنة هنا بتكون قويه، درجه الاخفاء هنا بتكون قويه. ليه؟ لان الطاء والدال والتاء من طرف اللسان قريبين من النون، فهنا القربهم من النون من مخرج النون فبيحدث ان درجة الإخفاء بتكون قوية. اما القاف والكاف هم قريبين من احرف الحلق، فهم قريبين من حكم الإظهار ولكنهم مش إظهار. تمام، يعني فهم مخرج القاف والكاف بعيد يعني بعيدان تماما عن مخرج النون. لما نيجي نقول ميانقا فبنلاقي ان احنا بنسمع حرف القاف ظاهر معانا، والغنة بتكون مش مخفاة، يعني درجة الغنة بتكون ضعيفة. اما في البقية العشر احرف اللي هم المتبقيين زي الصاد والسين وهذه الاحرف بتبقى درجة وسطى، لا هي درجة قوية ولا هي درجة مخفاة. منصورة ولا ان الغنه بتكون مخفاه او مرققه، غنه مفخمه او مرققه، لان بيرجع لسان المضمار، لسان المضمار بيرجع للخلف مع الغنه المفخمه. تمام، والصوت بيتصاعد لاعلى بيخبط في الحنك الاعلى فبيحدث عندنا اليه التفخيم.
لكن في الحروف المرققة إن لسان المزمار بيكون في مكانه، ثابت في مكانه، والصوت بيبقى خارج على طول الخارج، وما بيكونش فيه إن الصوت بيتجمع معنا في الفم أو حاجة في الحروف المرققة، فبتطلع الغنة معنا مرققة. فده المقصود، يعني بنتحكم في درجة الإخفاء بتاعت الحكم نفسه، بتاعت النون الساكنة والتنوين لقرب هذه الحروف من مخرج النون أو لبعدها عن مخرج النون. بارك الله فيك، واضح جدا، شكرا. يا رب يعني يا رب أكون قدرت إن أنا أوصل المعلومة صح. أستاذة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة، نحن لو نعمل بالتطبيق معناتها في الإخفاء، هي تكون الغنة الذي سنفعله الصوت هو يكون يطلع من الخشومة ويطلع من الصوت من جوه؟ بينقسم في الإخفاء، بينقسم لجزئين، جزء من الخشومة وجزء من الفم. غير الإدغام، الإدغام الكامل في النون والميم، إن إحنا بنلاحظ إن أغلبية الصوت بيخرج من الخشومة، الميم بيبقى خلاص المخرج كده غصب عننا، هو كده كده الصوت خارج من الخيشوم، فالغنة بتبقى خارجة من الخيشوم، تمام. أما في الإخفاء فبيبقى جزء خارج من الفم وجزء خارج من الخيشوم. ماشي يا أستاذة، جزاك الله خيرا. هو لو تكون مفخمة، هو لو يكون الحرف الجي بعد النون يتكون مفخمة، نحن لازم الصوت يكون أخشن، لا يا أستاذة؟ الغنة بتتبع ما بعدها، يعني الغنة تتبع ما بعدها، يعني الحرف اللي جاي بعد النون الساكن لو كان حرف مفخم فبتكون الغنة مفخمة، يعني حرف مستعلي، حرف من حروف الاستعلاء، واحنا حددناهم، ان انا حددتهم دلوقتي، قلنا حروف الاستعلاء كيف سبعة. نفخمه نحن، كيف نفخمه؟ هو يكون بالصوت. نعم، كل حرف، ان احنا في المخارج لما شرحت المخارج كان كل حرف ليه آلية، تمام. فحروف الاستعلاء بيبقى اقصى اللسان مرتفع فيها، والصوت بيتجمع في تقرير وسط اللسان، وخاصه لما يكون الحرف مطبق زي الصاد والضاد والطاء والضاء. بيقولنا ان الحروف دي بيكون فيها درجه الاطباق اعلى واقل نتيجه للمخرج. فعندنا مثلا زي الطاء بيكون اللسان عامل زي الملعقه بالحواف بتاعت اللسان كلها مرتفعه للاعلى، وفي تقيرة في وسط اللسان فبيكون شبه الملعقة، فالصوت بيتجمع، الصوت بيتجمع عندنا في هذه التقيرة اللي موجودة في وسط اللسان، تمام، وبيضرب في الحنك الأعلى فبيظهر معانا الصوت مفخم، في سمن في الصوت دخل على الحرف فبيحدث عندنا آلية، فبيكون عندنا الصوت مفخم، عكس الحروف المرققة. الحروف المرققة أقصى اللسان ما بيكونش مرتفع إلا إذا كان في ارتفاع لا إرادي في بعض الحروف، لكن في الطبيعة أقصى اللسان ما بيكونش مرتفع، وعلى حسب المخرج، يعني مثلا في الجيم والشين والياء اعتماد المخرج في وسط اللسان، ولا أقصى اللسان منخفض وطرف اللسان منخفض، ولكن الارتفاع بيكون في وسط اللسان. ليه؟ طبيعة المخرج كده، ده بيرجع لطبيعة المخرج. نعم تمام، جزاك الله خير يا أستاذة، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. وإياك يا رب العالمين. بس هو يا أستاذة هذا يكون لازم تدريب عليه، مع أنت لو حتى أنتم تشرحوا ما شاء الله عليكم، وشرحك جميل ما شاء الله، الله يبارك، بس ما يتيش كده، لازم تدربوا عليه، فهم؟ لازم نظري وتطبيقي شوية شوية لازم يأتي عنا. دائما أقول إن أحكام علم التجويد أو الأحكام التجويدية، الشرح النظري ما هو إلا كيفية فهم، أداة فهم، إن أنا أوصل لك المعلومة إن ده يتطبق إزاي، ده يتعمل إزاي. علشان كده إن دايماً إن أنا بقول آلية المخرج، مثلاً مخرج النون، آلية حرف الصاد، آلية حرف الضاد، دايماً كنت أشرح وضع اللسان بيكون شكله إزاي، والشفتين شكلهم إزاي، والصوت ماشي إزاي، خارج إزاي، وكان في صور بشرح عليها. فكل ده كان علشان ايه؟ علشان ان انا اوصل لك ازاي شكل اللسان والفم والكلام ده عند النطق بالحرف، ما عليك ان انت تطبقي،
تطبقي مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتسجلي صوتك وتسمعي صوتك وتسمعي صوت المقاطع في ثلاثية الأبعاد في المخارج، لما بتظبطي المخرج بتاعك المخرج بيتظبط، فخلاص انت كده الحرف معاكي بقى متظبط، المرقق مرقق والمفخم مفخم. بندخل على الأحكام اللي هي اللي بعد كده اللي هي الغنة والمدود وهذه الأمور، فبتبقى عندنا خلاص الغنة بتبقى عارفة ازاي ان انت بتهيئي الفم على مخرج الحرف الثاني، فخلاص انت عارفة الحرف الثاني بيخرج معاكي ازاي، فانت بتهيئي الفم يعني كانك انت رايحه تنطقي حرف السين، فالغنه بتاعتك بتخرج كانك بتنطقي حرف السين على حرف الفاء، شكل الفم عندك ان انت اف انف. انا عندي طرف اطراف الثنايا العليا قافله معايا على بطن الشفه السفلى لان هو ده مخرج الفاء، فالغنه بتيجي معايا وانا عامله بقي بالمنظر ده اف أنفو أنفسكم. فعندي أنا بقي شكل الفم أساسا خلاص، أنا أطراف الثنايا العليا جاية ملامسة لبطن الشفة السفلى وأنا بقول الغنة وبعد كده بنطق حرف الفاء. فتفهمت إزاي إن إحنا بنهيئ الفم على مخرج الحرف اللي جاي؟ عندي في السين مثلا الإنس، أنا عندي المخرج السين إن عندي طرف اللسان رأس طرف اللسان رأس طرف اللسان بيكون معلق بشكل إن هو بيكون فوق الثنايا السفلى، فوق الثنايا السفلى، هو مش فوقه، هو الشكل بيكون كأنه فوق الثنايا السفلى، بيكون معلق مفيش تلامس، هو مش لامس الثنايا السفلى، هو معلق كده فوقيها، تمام؟ فاحنا بيكون شكل الفم كده الانس، الغنى بتظهر من عند مخرج السين الانثى، يعني عندي الحرف الثاء ان عندي الثاء راس طرف اللسان بيكون بشكل تعامدي متعامد مع اطراف الثنايا العليا، فانا بهيئ الفم على الشكل ده بحيث ان انت لما بتيجي الغنى بتيجي وانت الفم بتاعك بالشكل ده وبالهيئه دي، لما تيجي تقولي الثاء انثى ث خلاص ما عليك ان انت يحقق التلامس فقط ما بين طرفي عضوي النطق. نعم تمام ازاي غنت السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا استاذه؟ الحمد لله بخير بفضل من الله. الله يسلمك. عندي سؤال، مثلا في كلمة ما ننسخ، ما ننسخ نعم أيوة هنا في إخفاء نون جا نون ساكنة جا بعد سين، نعم. يعني مثلا إذا سئلنا مثلا في الكلمة دي يعني لازم أنا أذكر إنها يعني بس إخفاء وأسكت، ولا بس أقول فيها تماثل عشان النون مع النون؟ حبيبتي النون الأولانية مفتوحة لا، النون الثانية هي ده حكم الإخفاء في النون الثانية مش النون الأولانية، مفيش تماثل أصلا، التماثل بيكون تماثل مطلق لأن النون مفتوحة والثانية ساكنة، تمام؟ ده نوع التماثل، ده حكم، خلاص خلصنا من حكم التماثل ما بين النون المفتوحة والنون الساكنة، خلصنا من اللي هو إظهار متماثلين إظهارا مطلقا لأن في هنا تماثل في النون بالنسبة للنون الأولانية مفتوحة والثانية ساكنة والثانية ساكنة، تمام خلصنا من الحكم. الحكم بقى ما بين النون الساكنة والسين ده حكم إخفاء حقيقي بغنة مرققة عند السين مرتبة وسطى. أيوة أنا فاهمة، أنا يعني كلامي أنت فهمت كلامي، أنا ممكن أنا أقول يعني إذا سئلت أجيب التماثل أول حتى بعد ذاك أجيبه، ولا بس أكتفي بالإخفاء حقيقي؟ يعني حضرتك لما نيجي نقول استخرجي الأحكام اللي موجودة في هذه الآية أو في هذه الكلمة فأنت بتجيب الأحكام كلها اللي في الكلمة. أيوة أجيب التماثل أول بعدين تجيب التماثل وبعدين تجيب حكم الإخفاء، لكن لو قال لك إن إحنا عايزين أحكام النون الساكنة اللي موجودة في الكلمة هنا لا ما مالناش جواب التماثل، يبقى احنا كده بنسال على احكام النون الساكنه فقط. طيب انا سؤالي يلا كلمه تتقون، طيب يوم انا سالت كلمه تتقون سالت منها يعني تتقون، انت قلتي تماثل لازم يكون في كلمتين وهي هنا ننسخ كلمه واحده، مش كلمه تتقون كلمه تماثل لانها تاء مع التاء.
لا هو لا هو اللي حضرتك هي في حلقة. طب بصي معلش معذرة عشان انا ما راجعتش الدروس دي من قريب، الدروس دي ما راجعتهاش من قريب عشان انا ما اقولش معلومة وتكون هي خطأ، فسيبيني بس ان انا اراجع الدروس دي علشان اشوف لك. انا اعرف ان علاقات الحروف بتكون في كلمتين، التماثل بيكون في كلمتين، او عموما التماثل التجانس التقارب كده، فهشوف هو في كلمتين، في حاجات بتكون في كلمة واحدة وفي حاجات فيها كلمتين، وفي في استثناءات، كل حكم ليه استثناءات، زي الإظهار عندنا زي الإضغام النون والقلم وياسين تمام، وياسين والقرآن دي استثناء قاعدة تمام، وبرده طا سين ميم استثناء قاعدة، ففي استثناءات موجودة، فممكن يكون في استثناء لكلمة تكون في يعني تماثل في كلمة واحدة وفي تماثل في كلمتين. فمعلش علشان انا من بقالي فترة ما رجعتش علاقات الحروف، فلما هبص فيها وبعدين اجاوب على حضرتك، بس يعني ان شاء الله فكريني فكريني ذكريني الحلقة القادمة بامر الله تعالى. جزاك الله خير في ميزان حسناتك يا رب. يا رب جميعا يا رب العالمين. الله يزيدك علما وينفعنا بعلمك يا رب. اللهم امين جميعا يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك ويبارك في اعماركم يا رب العالمين. وياك يا حبيبي الله يجزاك كل خير. طيب في اي اسئله اخرى ولا نحن بس نقول الجزء المتبقي من الدرس؟ تمام. فين الفرق ما بين الإضغام والإخفاء؟ الفرق ما بين الإضغام والإخفاء إن عندنا في حكم الإخفاء لا تجديد فيه، ما فيش فيه تجديد، شكل حكم الإخفاء في المصحف ليس لا يوجد شدة على الحرف المخفى عنده، لكن في الإضغام يكون فيه شدة في الإضغام الكامل مع نورمال اللي هي النون والميم والراء واللام، بيكون في شدة عليهم في حكم الإضغام، ولكن في الإخفاء لا يوجد شدة في هذه الأحرف. طيب وبذلك الغنة بتكون في الإضغام الكامل أكمل ما تكون، أما غنة الإخفاء فبتكون غنة كاملة. الإخفاء بيكون عند الحرف المخفي عنده، دي مصطلحات، دي ما هي إلا مصطلحات تمام. الإخفاء بيكون يعني الحرف حروف الإخفاء بيسمى الحرف المخفى عنده. طب في الإضغام، الإضغام حرف الإضغام بيسمى المضغم فيه، حرف الإضغام بيسمى المضغم فيه، ونقول إضغمت النون في اللام لا عند اللام، لكن الإخفاء نقول أخفيت النون الساكنة في الصاد مثلا عند الصاد، يبقى الإخفاء أخفيت عند، ولكن في الإضغام أضغمت فيه تمام. الإخفاء بيكون من كلمة أو كلمتين، ولكن الإضغام بيكون من كلمتين فقط. الإخفاء دائما بغنة، الإخفاء دائما بغنة، أما الإضغام دائما يأتي بغنة ويأتي بغير غنة. الإخفاء دائما بغنة، ولكن الإضغام بيأتي أحيانا بغنة وأحيانا أخرى بدون غنة، وعرفنا الحالات دي الموجودة معانا في حكم الإضغام اللي احنا خدناه. في بعض التنبيهات هنا أنه بيجب الاحتراز من عدم إلصاق اللسان في لفظة الثنايا العليا عند إخفاء النون تمام؟ يعني خلي بالنا أن اللسان ما بيلتصقش في لفظة الثنايا العليا عند إخفاء النون حتى علشان ما تكونش كالمظهرة، حتى لا تكون كالمظهرة. وعشان نتخلص من هذه المشكلة لازم يحدث تباعد ما بين اللسان ولثة الثنايا العليا. ده بيضبط ازاي؟ يعني ازاي ان احنا نحقق ده؟ بالمشافهة، بالمشافهة. نخلي بالنا من المد عند إخفاء النون، يعني ما نشبعش الحركات، يعني مثلا عند الكاف كنتم، الكاف هنا مضمومة، ما نقولش كنتم
كنتم، يعني ان احنا عندنا هنا ال واحنا بنقول الغنة اشبعنا حركة المد، حركة الضم اللي هي بتاعت الكاف المضمومة، فاصبحت كو كو كنتم، ده خطأ، لكن هي كنتم كنتم، يعني بمعنى صح ان انت لما تيجي تحكمي الضم احكمي ضم الكاف بحركة الضم فقط، ثم انتقلي للغنة، والغنة بتيجي في وضع البسط. يعني ايه في وضع البسط؟ يعني ان الشفتين عندك بيرجعوا لحالتهم الطبيعية، يعني انت بتعملي الضم، الضم بتعمليه باستدارة للشفتين، تمام؟ انت بتستدير الشفتين مجرد لحركة الضمة، زمن الضمة فقط، ثم عند الغنة ما بتكمليش استدارة الشفتين، ما تقوليش كنتم، لا انت كده ما عملتي صوت مد، صوت واو مادية، لكن انت كنتم، تمام؟ يبقى احنا عملنا ان استدارة للشفتين في الضمة، وبعد كده رجعنا لحالة الشفتين الطبيعتين جدا اللي هي وضع البسط، عملنا بسط للشفتين، ثم ضم التاء كنتم كنتم، يعني دي يعني كنت افضل ان هي تبان اكتر لما بيكون الشرح وجها لوجه، بيبان شكل الشفتين، بس انا بحاول ابسطها بقدر المستطاع عشان اوصلها. بيبقى كنتم بيبقى في استدارة للشفتين. طب ثانية واحدة اوصلها لكم برسمة. هنا ادي هنا ضمه وهنا السكون، طبعا هنا السكون دي ما بتكونش موجوده، بس انا ببسطها لكم بس عشان الشرح. وهنا التاء مضمومه. طيب دي تتعمل ازاي؟ الكاف مضمومه بيحدث استداره للشفتين، الغنه عند النون المخفاه بيحدث بسط، بسط الشفتين، ثم التاء المضمومة بيحدث استدارة للشفتين، كنتم والميم ساكنة بيحدث بسط للشفتين. فيبقى هنعمل ايه؟ هنعمل ضمة كو كو بيكون حالة الشفتين مضمومة. طيب بعد كده بنرجع كن كن كن، الشفتين بيكون مبسوطة، يعني الشفتين بيرجع لحالتها الطبيعية، كن كن، بنجيب بنؤدي زمن الغنة، ثم بنعم بيحدث استدارة للشفتين مرة أخرى مع التاء، كنت كنت، تمام؟ كنتم، ويرجع شكل الشفتين في وضع البسط مرة ثانية علشان ننطق الميم الساكن. وضحت يا أخواتي؟ أستاذة؟ نعم أستاذة، أنا دايما أغلط فيها الكلمة دي بالذات كنتم. أستاذة نحن نسمع النون في مالها؟ النون مسموعة، هي نحن ننتقوب. لا هي مش مسموعة، انت ركزي في الصوت، كنتم غير كن كن، هي كن غير كن، هي ما انت واضحة شوية من صفتها، لا من صفة الغنة، لكن كصوت نون واضحة ظاهرة لا. ماشي، ممكن أقولها لك الكلمة دي يا أستاذة؟ تفضلي. كنتم، عندك إن الشفايف مضمومة حتى في أداء الغنة، صح ولا غلط؟ نعم. طيب إحنا ما قلناش كده، إحنا بنقول إن إحنا بنضم الشفتين ضمة كو كو، قولي كو وارجعي تاني، كو وارجعي تاني. كنتم كده كن كو، انا الان من شفتين كو كنتم، يعني احسن من الاول، بس ان احنا محتاجين ان انت تقولي كو وبعد كده ترجعي تاني كن 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 كن، اعمليها كده الاول كن كن كنتم كده. لا انا مش عايزه الضمه تستمر معايا، انا عايزه الكاف تبقى مضمومه كو كا كي كو
كو كو كده كو. نعم كو الضمة بعد كده إن الشفاف بيرجع لوضعها الطبيعي. كن كون كون اعملي ضمة في بسط، ضمة في بسط يعني الشفاف بيبقى دايرة وبعد كده ترجع لحالتها الطبيعية. لازم بسرعة كله بسرعة يكون. نعم لأنه زمن الحركة أساساً قصير مش طويل، لو طولت زمن الحركة بيتولد معانا الواو اللي هي المادية وده اللي خطأ اللي احنا بنتكلم فيه كده يا أستاذة. كنتم كده كنتم كنتم أفضل يعني أحسن، انت حاولي تتدربي عليها ضم شفتين فان هو بسط الشفتين ان انت تضميها تقولي كو وبعد كده كو. كن. كن. كن 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 تمام كو. كن. كن. كن كن وتطولي بقى عشان زمان الغنه كن كن, كن. وبعد كده ترجعي تضمي الشفتين تاني عشان تنطقي التاء كنت كنت كنتم كنتم كنتم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال يا أستاذة؟ تفضلي. طيب دحين أنت بتتكلمي عن الإخفاء، الكاف إيش دخله؟ يعني إيش دخل الكاف في الموضوع؟ مو على أساس نون ساكنة وبعده حرف التاء؟ لا يا حبيبتي، إحنا هنا بيقولك إن هنا الضمة دي لو زودت الزمن بتاعها إيه؟ بتصبح واو مادية، يعني بتتكتب بتنطق كده كو، الكلمة بتصبح هكذا. لا أنا أقصد يعني لما أجيب الحكم وأنا حجيب الحكم من النون الساكنة والتاء صح؟ أيوة الحكم في النون الساكنة والتاء. إحنا بنتكلم أيوة طيب. إن الضمة دي لو طولتيها فبتصبح واو مادية فده خطأ، فنحن نخلي بالنا إن إحنا ما نمدش زمن الحركة السابقة للحكم. احنا بنتكلم على الاخطاء الوارده دلوقتي اثناء التلاوه. ايوه فالخطا ده وارد اثناء التلاوه، هو بيجي قبل حكم الاخفاء. ان انت بتعملي ايه؟ ان انت بتزودي عشان تجيب الغنه فبتقولي كن كن بس كو كن كده الصوت امتد معانا، فصوت الضمه لما يمتد معانا فبيتولد لواو ماديه ده خطا. في كل الضمه يعني ولا بس في حرف الكاف؟ لا يا حبيبتي في الضمه. اه يعني المشكله في الضمه، يعني قصدك أيوة. انه اي شيء اسمه ده سبق اي شيء اسمه ده حرف الضمه يعني لا يطولوا فيه صح؟ هي الحركات عموما، حركات عموما، بس احنا المثال ده في الضمه لان الضمه بتبقى يعني ده مثال ذكر معانا تمام. فهي كمان يعني الضمة كمان اللي هو بيبقى الخطأ الشائع أكتر. أنا دحين أحسب يعني بتتكلمي عن الكاف يعني. لا 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 إحنا ما بنتكلمش عن الكاف يا حبيبتي، إحنا بنتكلم إن هنا إيه الحركة يعني. الحركة بتاعت الحرف السابق للغنة، فالحركة دي لو طولنا الزمن بتاعها عشان نجيب الغنة اعتقادا مننا إن إحنا كده بنجيب الغنة فالكلمة نفسها بتتحول وده بيصبح لحن جلي، إن إحنا أضفنا حرف مش موجود أصلا في أصل الكلمة فبيصبح لحن جلي وده خطأ كبير تمام. فاحنا المقصود ان احنا بنعمل ايه؟ كو ده اللي انا بقولها باستدارة الشفتين للضمة وبعد كده بسط، بسط اللي هي النون الساكنة، والبسط النون الساكنة بنعطي زمن الغنة، هنا في غنة تمام. بعد كده بنعمل بنعمل ضم الشفتين استدارة للشفتين، ان احنا بنضم التاء بنحكم ضم التاء، بعد كده هنا الميم هنا ساكنة فبنأتي زمن البسط ان الشفتين ترجع لحالها الطبيعي. ده كمثال، كمثال ان انا بوضح لكم فيه ازاي الكلمة دي بتنطق توضيحا للخطأ اللي احنا بنتكلم فيه، ان الواو دي لو امتد صوتها لو الصوت بتاعها امتد فبيتولد عندنا واو مادية، الواو المادية دي لما بتتولد عندنا فده خطأ لحن جلي. ليه؟ لأن احنا أضفنا حرف مش موجود عندنا أصلا. تمام جزاك الله خير، الله يفتح عليك. أياك يا رب العالمين جميعا يا رب العالمين، في ميزان حسناتك يا رب، يا رب جميعا وإياك. خلاص يا حبيباتي وضحت؟ أستاذة؟ نعم تفضل. يجب علينا كي يكون لتفادي الأخطاء
نهيئوا المخرج اللي بعد تاع الغنة، نهيئوه يعني مباشرة، كنتم نحو مباشرة إلى الحرف اللي بعده باش نتفادى. حضرتك لما قلتي كنتم كده طولتي الضمة فأصبحت ده، يعني أنت كده وقعتي في الخطأ اللي إحنا بنتكلم فيه. هي كنتم مباشرة للنون، مش كنتم كده إحنا وصلنا للواو المدية. هي كن مباشرة مباشرة تنتقل من الضمة للنون الساكنة. شكرا أستاذ. هو ليه قالوا الكلمة دي؟ لأن الكلمة دي بيحدث فيها نفس الخطأ، وخطأ شائع بالنسبة لكل اللي بيقرأوا، يعني اللي هي مساحة عريضة من اللي بيقرأوا القرآن وبيتلوا القرآن، فحصل الخطأ ده، فعلشان كده نستعرضوا الكلمة دي. شكرا أستاذ. أكيد في كلمات تانية كتير هو بيضربوا مثال، بس مثال بكلمة مشهورة يعني أرجح المشهورة. شكرا. ده خطأ من الأخطاء الشائعة. وإياك يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. في أسئلة أخرى؟ لو سمحتي، الغنة فقط النون مع أحرف تنمو صح؟ ثاني؟ الغنة النون الساكنة مع أحرف التاء والنون والميم والواو. لا، إحنا هنا حكم الإخفاء مختلف عن الإدغام. ينمو ده إدغام، إن النون بتدغم تماما الحرف اللي بعدها، لكن هنا إخفاء يعني صوت النون غير مسموع مع بقاء الغنة. يعني إحنا بنقول الغنة في حرف النون عند النون الساكنة، الغنة بتكون عند النون الساكنة قبل أن ننتقل على الحرف اللي بعده، لكن في الإدغام بتبقى الغنة، يعني مثلا قلنا ميوال تبقى الغنة عند الواو، ما بتكونش عند النون، لأن النون أساسا خلاص بتذهب تماما، ما بنسمعهاش. ميو بنقول ميوال من يعمل، نحس إن النون بتنقلب لواو أو ياء، والغنة بتكون موجودة فيها. النون أساسا لا تنطق، بتضغم مع الواو والياء ومع النون والميم. ميم تمام. فاللي بيحدث عندنا في الإدغام إن النون يعني بتذهب تماما، يعني جسمها بيروح بيختفي، والغنة بتاعتها كمان بتختفي في الإدغام الكامل. تمام. زي مثلا برانا تمام، برانا، لا مش برانا، احنا عايزين نون. من ربهم فين النون؟ مش موجودة هنا، إدغام كامل بدون غنة مع اللام والراء. من لدن فين النون؟ مفيش نون. مل ميم لام على طول، ميم لام ساكنة وبعدين اللام المتحركة اللي هي اللام مفتوحة. من ربهم ما بنقولش من ربهم، لا، من ربهم. فهنا الإدغام بيختلف عن الإخفاء، إنما الإخفاء صوت النون فقط اللي بيكون غير مسموع، لكن الغنة بتكون مع النون. الغنة هنا بتكون مع غنة النون، مع النون، مع حرف النون، يعني مكان النون. كن ما بنقولش كن ده كده ان احنا اظهرنا صوت النون. عشان الاخت اللي بتقول انا بسمع النون، لا، انت بتسمعي جزء من النون ما بتسمعيش النون، لان جسم النون نفسه راح. كن كده النون واضحه معانا، لكن تقولي كن انت سامعه صوت الغنه. تمام. فيبقى عندنا الغنه هنا بتكون في حرف الاخفاء، في حرف النون الساكنه، لكن ما بتكونش مع حرف الاخفاء. الادغام بتبقى الغنه في حرف الادغام، يعني بتبقى مع حروف يرملون، بتبقى مع حروف ينمو. الغنة بتكون موجودة مع حروف ينمو.
واضحة يا أخواتي؟ وده الفرق اللي موجود ما بين فروق الإضغام والإخفاء، ده فرق واضح جدا وظاهر جدا من حروف الإضغام والإخفاء، إن غنة الإخفاء بتكون موجودة مع النون الساكنة ونون التنوين، لكن غنة الإضغام بتكون موجودة في حروف الإضغام اللي هي ينو. واضحة ولا حصل لبس؟ رحتوا فين؟ موجودين أستاذة. طيب حسن انتوا تعبتوا، تعبتوا حسن انتوا وقعتوا. لا بالعكس يعني ما نغني في النون. نعم بقول لك يعني في الإضغام ما نغني في النون الساكنة يعني في نفس الحرف المضغط. احنا لا احنا حرف النون الساكنة ونون التنوين ما بنغنش فيها، احنا الغنة بتبقى موجودة معانا في حروف ينمو. لما بنيجي نقول ميمال ميمال، هي فين النون اصلا؟ احنا مش سامعين نون، هي اصلها من مال صح؟ ايوه. لا صح. احنا ما بنسمعش النون، النون بتتحذف تماما، بيتحذف صوت النون وبيتحذف غنة النون، لكن بيكون الغنة فين؟ عند الميم المشددة ميمال، لان النون بتتحول ميم تمام، بيبقى فيها شدة. مش احنا قلنا بندخل حرف الإضغام معناه ايه؟ بندخل الحرف اللي هي النون الساكنة والتنوين ونون التنوين، بندخلها جوه اللي هي حروف الإضغام اللي هي ينمو، بندخلها جواها، فمعنى ان احنا بندخل حاجة جواها فبتختفي النون دي، بتختفي جسما وصفة بتختفي تمام. دي مع النون والميم. لما نيجي نقول الناس النساء، دي النون المشددة تمام، لكن لما نيجي نقول من نعمة، هل النون دي على شيء؟ عشان نون مع نون، فاحنا كده يبقى النون دي هي النون الساكنة، دي غنة النون الساكنة. لا دي غنة النون الثانية اللي هي نون بتاعت ينمو. من نعمة يعني الغنة حق حرف الإضغام. أيوة الغنة في الإضغام حكم الإضغام بتبقى الغنة وغنة حرف الإضغام، يعني غنة حروف ينمو تمام، زي مثلا ميوال، فاحنا النون بتضيع، الغنه بتكون فين؟ عند الواو. ميو ميوال ميواق. وضحت يا اخواتي؟ لكن في الاخفاء بتبقى الغنه موجوده يعني في النون الساكنه، في الاخفاء في النون الساكنه، وفي الادغام في حروف الادغام. حروف الادغام نعم نعم يعني في ايوه جزيتي خيرا. وياك يا رب العالمين. جزيك الخير يا استاذه، والله هلا فهمت. الله يجزيك الخير. وياكم يا حبيبتي وياكم. هي اسئلتكم من الكون ان انتم بتسالوا وبتطلعوا حاجات يعني غير المعلومات اللي هي الاساسيه اللي احنا بنقولها، فالحاجات دي بتوضح اكتر، ومع شرحها طبعا والاجابه على الاسئله بتوصل المعلومه بشكل اكبر. ممكن أقرأ كلمة كنتم يا معلمة؟ تفضل. صح كده؟ هو النهارده ايه؟ النهارده الثلاثاء، يوم الخميس ان شاء الله تطبيق على الإخفاء. يوم الخميس بأمر الله تعالى ان احنا يعني هنخلي الأخوات كلهم يقرأوا كلمات خاصة بحكم الإخفاء، وكمان لو حابين ان احنا نطلع من المصحف مفيش مشكلة، بس يعني عشان غنة الإخفاء من الغنى المهمة ومن الأمور المهمة جدا، يوم الخميس إن شاء الله تطبيق على الأحكام النون الساكنة وخاصة حكم الإخفاء. بإذن الله ربنا يبارك فيك. وإياك يا رب العالمين. بس يعني أنا قلت لك تفاحة ولا ما قلتهاش؟ لا اتفضلي أنا هسمعها منك تاني. طب معلش الصوت مش واضح، صوت بعيد. حاولي ان انت تعملي البسط عند النون، يعني حاولي شفايفك تكون طبيعيه عند النون. كن قولي لي كن كن كن. تمام تمام كده افضل. كنتم كنتم. نعم وياك يا رب العالمين. بارك في عمرك يا حبيبتي وينفع بيكي كده ويجعله خالص لوجه الله تعالى. يا رب يا رب ربنا يتقبل منا يا رب العالمين ويجعله خالص لوجه الكريم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واخذ بركة فيكم إن شاء الله وجنات الفردوس إن شاء الله يا رب. يا رب جميعا يا رب العالمين. أستاذة يعني عندي مشكل في مثلا في بريح صرصارين مثلا أنا بريحين حضرتك بتضير النون. هنا عندي مشكل مثلا في التنوين، لا أستطيع إخراج مثلا الغنة وإخفاء النون. علشان احنا قلنا شرط الإخفاء أو من الأمور المهمة في الإخفاء إن احنا بنبعد الطرف اللسان عن مخرج النون، يعني وبنهيئ الفم على نطق الصاد. فاحنا الصاد نيجي نقول أص أص. طيب بريح بريح ص بريح ص. انت لسانك اساسا بيكون بعيد عن مخرج النون، يعني طرف اللسان. استاذه لو سمحتي ممكن تكتبيها على الشاشه بريح صرصر كيف تفضل. يعني نقول كده بريح هنا ادي نون التنوين. ناخد بالنا ان علامة التنوين شرطتين متتابعتين تمام وليس متساويين زي الإظهار. بريح صر تمام. طيب ادي نون التنوين لا تظهر، احنا قلنا بنهيئ الفم على حرف الصاد. لما نيجي نقول الصاد أص ص ص تمام. بريح ص بريح ص. ان احنا بنحاول ان احنا نبعد طرف اللسان عن مخرج النون تماما، يعني نبعد عن النون. بريح حين حين. واضحه؟ الاخت اللي كانت تسال. نعم استاذتي نعم، لكن عندي صعوبة لا حاول تطبقيها، يعني قولي حين بريح حين. قولي حين لوحدها، يعني بريح لوحدها، وحاولي تجيبي الغنة كده بدون وابعدي لسانك عن مخرج النون. ريح شر لا ريح دي في نون كده قريبة منها، وبعدين الغنة هنا مرققة. لا احنا عايزين غنة مفخمة. والله أجد مشكلة. لا إن شاء الله مش هيكون في مشكلة ولا أي حاجة. يا رب أتدرب عليها. حاولي تتدربي على إن أنت تخلي، يعني حاولي تتدربي على مخرج الصاد، تظبطي المخرج الصاد الأول، وبعد كده حاولي إن أنت تجيبي الغنة تبعدي عن مخرج النون. حاولي بقدر المستطاع ابعدي عن مخرج النون، ابعدي لسانك عن مخرج النون تماما. أستاذة ممكن تسمعيني مثلا في ميوال ميوالي ميو. قولي ميو. الصوت بيروح. نعم قولي ميو 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 ميو. ميوال ميوال ميوال. هو المشكلة ان حضرتك الصوت بيقطع عند حضرتك، فانا ما بسمعش الغنة اصلا، يعني انا عمالة بعيدة على اساس ان الصوت يتحسن، فالنت بيفصل. معرفش عندي او عندك، بس انا الصوت ما بسمعهوش للأسف.
الله أتد أن نتدرب. طيب يعني إن شاء الله تطبيق يوم الخميس بأمر الله تعالى إن أحيانا الله وربنا يسر لنا الأمر يا رب العالمين ما يحصلش أي ظروف أو أي حاجة. إن شاء الله يوم الخميس بأمر الله تعالى تطبيق على حكم الإخفاء لأن الوقت طبعا انتهى. وإن شاء الله برضو أحكام النون الساكنة ونحاول بقى أحاول كده أشوف لكم صورة إن شاء الله نطبق عليها الأحكام بحيث إن إحنا نقرأها والآيات اللي بيكون فيها غنن كتير وفيها أحكام كتير. الله المستعان يعني ربنا ييسر الأمر يا رب ويصلح الحال. وحاولوا تتدربوا من هنا لحد يوم الخميس بأمر الله تعالى. حاولوا تتدربوا على على الأحكام إن شاء الله بأمر الله تعالى. بكرة عموما في إن شاء الله يوم السبت أول حلقات يا بنت اللذينة كده. سامعيني يا أخواتي؟ أستاذة نعم سامعينك. نعم طيب بكرة إن شاء الله بأمر الله تعالى في أول حلقات تجويدية للمبتدئات اللي هم غير الناطقين بالعربية اللي هم الأخوات الأعاجم. يعني الشرح هيبقى فيه عربي على انجليزي بس اللي هو يعني ما اعرفش لو حابين ان انتوا تجربوا الاخوات اللي لسه في بدايه اللي هم مبتدئين في التجويد او كده فهيبقى الشرح مبسط ومن البدايه خالص بس هيبقى فيها دمج ما بين القاعده النورانيه وما بين التجويد احكام التجويديه ان شاء الله بامر الله. استاذه نفس التوقيت طيب تمام. فاللي حابه تحضر اهلا وسهلا بيها مفيش اي مشكله تمام. هي مخصصه لغير الناطقين بالعربيه فالامور هتبقى مبسطه اكتر من كده يعني بس. وهيبقى داخل فيها قاعده نورانيه بحيث ان هو هنبدا من بدايه من الحروف تماما الحروف بدايه الحروف خالص. فاللي حابه تحضر اهلا وسهلا بيها يعني. جزاكم الله خيرا. معلمه كيف تحس الان عن اي قاعده تتكلمي؟ قاعدة نورانية باللغة الإنجليزية بس هو الأساس إن إحنا بنعلم يعني بنعلم غير الناطقين بالعربية الحروف العربية إحنا نعلمهم إزاي عشان بيبقى فيه عندهم اختلاف حرف الحاء والهاء والمخارج عندهم الغين والخاء يعني المخارج ما تكونش مظبوطة لأنهم أساسا لغتهم إنجليزي أو لغات أخرى غير العربي. طبعا فلازم إن أنا أبدأ معاهم بالقاعدة النورانية مع شرح الأحكام التجويدية إن أنا أعمل ميكس كده أو دمج ما بين الاتنين بأمر الله تعالى ربنا يسر. يعني الفكرة بتتبلور معايا إزاي ربنا يسر التأثير على الله سبحانه وتعالى. فاللي أقصده يعني اللي حابة إن هي تسمع المحاضرات فأهلا وسهلا. اللي مش عايزة تحضر تماما يعني إن شاء الله برضه هحاول هنزل المحاضرات الصوتية كده على التليجرام أيضا. معلش أي ساعة بالضبط وأي يوم؟ هو يوم الأربع فقط الأعاجم أو هو غير الناطقين بالعربية ليهم يوم الأربع فقط بيبقى من نفس التوقيت من الساعة 7 لحد الساعة 9 بتوقيت مصر أو من 8 إلى 10 بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى. أستاذة بتنزليها على التليجرام؟ إن شاء الله بنزلها على التليجرام عشان يعني الهدف الأساسي من نزولها على التليجرام للأخوات اللي مثلا بيحصل لهم ظروف ما بيقدروش يحضروا أو الأخوات اللي عندهم يعني ارتباطات اخرى فبنزلها على التليجرام بحيث ان هم يسمعوا او الاخوات اللي عايزه تسمع الشرح مره تانية. يسلم ايديكي. شكرا يا استاذه الله يبارك فيك. ممكن تنزليها التليجرام على الشات ندخل عليه؟ حاضر نزلوا على الشات ان شاء الله بامر الله تعالى. جزاكم الله خير استاذه واياكم يا رب العالمين. الله يعطيك ألف عافية يا أستاذة وجزاك الله خيرا. وإياكم يا رب العالمين. فحبيباتي اللي حابة إن هي عندها أي سؤال قبل ما نختم لأن خلاص وقت الحلقة انتهى. نسرين بعد إذنك ممكن تنزلي رابط التليجرام؟ نسرين مشغولة. طيب هو نزل هو يا معلمة نزل على الشات موجود.